فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن عظيم جزاء من حقق التوحيد. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن أن الله جلت قدرته قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد لا يتعاظم معه ذنب، والتوحيد لا يخلد صاحبه في النار، بل إذا حققه وكمله وأتى به خالصا لله جل وعلا حرمه الله رب العالمين على النار ابتداء. والله جلت قدرته جعل للتوحيد فضلا عظيما، لأنه الذي لأجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فمن حققه فقد حقق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله وأوجده. ومن أشرك مع الله غيره فقد ظلم نفسه، والشرك ظلم عظيم، وهو أقبح ما عوصي به الله رب العالمين. فأعظم ذنب بإطلاق هو الشرك، كما أن التوحيد هو أعظم حسنة بإطلاق، كما في حديث البطاقة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ينادى على رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق وتنصب له الموازين، فأما كفة سيئاته ففيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها آثام وذنوب، ترجح كفة السيئات وتطيش كفة الحسنات، ويقال له: أظلمك عبادي الحفظة؟ فيقول: لا. فيقال له: ألك عندنا حسنة؟ فحينئذ يوقن بالهلاك فيقول: لا. فيقال: بلى، لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم، وتنزل بطاقة في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات، وفيها في مقابل البطاقة 99 سجلة، كل سجل مد البصر كلها آثام وخطايا وذنوب. وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله، لأنه لا يعظمه مع التوحيد ذنب. من حققه نجاه الله رب العالمين وأسعده دنيا وآخرة، ينجيه الله رب العالمين من النار والعذاب في الآخرة ومن الكرب في الدنيا، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فأتت صخرة فسدت فم الغار فحبسوا فيه، فتضرعوا إلى الله رب العالمين بأعمالهم الصالحة التي قصدوا بها وجهه بكمال الحب في كمال الذل. فكلما تضرع واحد انفردت عنهم الصخرة بمقدار الثلث حتى انتهى ثالثهم، فانزاحت عن فم الغار فخرجوا. فنجاهم الله رب العالمين بالإخلاص، بالتوحيد، بقصده بالعبادة. وكذلك ينجي الله رب العالمين الموحدين، كما أنه يهلك المشركين. والأمة بعد القرون الثلاثة المفضلة قد دخل عليها كثير من الشوائب في حقيقة التوحيد، حتى صار الناس إلا من رحم الله رب العالمين على مذاهب شتى في أمور الاعتقاد، ومنهم من يأتي بالشرك ظاهرا فيذبح لغير الله، وذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. ومنهم من يستغيث بالمقبور ولو كان حيا حاضرا عندك
ما جازت الاستغاثة به فيما لا يقوى عليه ولا يقدر إلا الله، فكيف بالمقبور يقصد قبره ويطاف بضريحه وتسكن النفس عنده ويخاف منه خوف السر، لأن هذا الخائف حول المقام على يقين في قلبه أن صاحب المقام يعرف سره وهاجس ضميره، فهذا خوف السر وهو شرك أكبر. ثم يستغيث به وقد صار رمة تحت أطباق الثرى، ولو كان حيا وليا تقيا مؤمنا نقيا صالحا ما رضي عنه ولا عن فعله ولا قوله، وكيف يرضى مؤمن عن الشرك؟ يستغيث بالمقبور ويسأله ما لا يقوى عليه إلا الله، ولو كان حاضرا حيا عنده ما جاز له أن يسأله ذلك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وقعت أمور في الأمة مما يتعلق بالاعتقاد، فعبدوا ربا سوى الرب الذي دل عليه الكتاب والسنة، لأن الله رب العالمين أخبرنا عن أسمائه وصفاته وهي توقيفية ليس للعقل فيها مدخل، ليس للعقل أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا أن يصف الله بما لم يصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل الخلل في ذلك وعطلوا الله عن صفاته المثلى، بل غالوا في ذلك حتى عطلوا الله عن معاني أسمائه الحسنى، فعبدوا عدما، عبدوا ربا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا وراء ولا قدام، وما وصفت العدم بمثل هذا الوصف، فعبدوا عدما. وتطرف في مقابل هؤلاء من غالوا في إثبات الصفات، غالوا في إثبات الصفات حتى عبدوا صنما، فجعلوا الله كخلقه، وأهل السنة من هؤلاء وهؤلاء براء، أثبتوا لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، وقع في الأمة خلل كبير في أمر التوحيد، وظهرت الشيعة الروافض والقدرية مجوس الأمة والمرجئة شر الخليقة، وظهرت الخوارج فتحكموا في النصوص وغالوا في فهم نصوص الوعيد حتى كفروا الصحابة والمؤمنين ووضعوا في رقابهم السيوف وأعفوا من ذلك الكافرين، وظهر الجهم ابن صفوان، وظهر الجعد بن درهم، وظهر غيلان القدري، وظهر أصحاب البدع في عقيدة الأمة التي أرساها الله رب العالمين على نصوص الكتاب والسنة، ودان بها الأصحاب وبلغوها من بعدهم، ثم ما زال الأمر في انشطاره حتى بلغت الفرق ما بلغت، وتعود بأصولها بعد الأربعة الكبريات إلى ما قاله رسول رب الأرض والسماوات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحد. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فدلك على الطريق، تعلم دين الله الذي جاء به رسول الله، واعتقد معتقد نبيك الكريم وأصحابه الميامين، وتمسك بذلك حتى تفوز وتفلح، وإلا فإن الخلل في هذا الأمر الكبير مفض إلى النار وبئس القرار، ولا صلاح للأمة. قبل النظر في لقمة العيش، قبل النظر في
ثوب يواري العورة، لا صلاح للأمة إلا بإصلاح عقيدتها وبجعلها على جادة التوحيد التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العصاة لا ينصرون، فكيف بالمبتدعة، فكيف بالمشركين الذين يشركون بالله رب العالمين لا ينصرون، وأهل البدع لا ينصرون، والعصاة لا ينصرون. من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف حال الأمة عندما تكون كثرة من غير حقيقة، عندما تكون كما من غير كيف، عندما تكون جسدا مترهلا من غير قلب قوي نابض بتوحيد الرب الجليل جل وعلا، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لا يقرب من المليار والنصف مليار من المسلمين، ولكن قد لا تجد في هذا العدد الهائل اثنين على قلب رجل واحد على طريقة واحدة. تخالفت أهواؤهم، وتباينت وجهاتهم، وتنافرت قلوبهم، وتمزقت قواتهم، وصاروا نهبا لكل مجرم أثيم من ملحد وكافر زنيم. أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، والغثاء هو ما يحمله الماء في مسيره والسيل إلى قراره من ذلك الزبد، وما يلاقيه في طريقه من ذلك القش والتبن والجيف للحيوانات النافقات، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن السالفين أحبوا الآخرة وتمنوا الشهادة في سبيل الله، وكانوا يحزنون إذا مات الواحد منهم على فراشه، ويأسون لذلك الأسى كله والحزن جميعا، لأنهم أرادوا ما عند الله رب العالمين، فعز الله بهم الأمة، ورفع بهم منار الدين، وأعلى بهم لواء التوحيد، فاستلمه منهم وتسلمه بعض خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. لا مخلصة إلا بتوحيد الله واتباع رسول الله.